بكم مشاهدينا، وتغطية مباشرة جديدة تأتيكم من شاشة قناة النيل الأخبار لتطورات الأوضاع المحلية والعربية والدولية. نتابع اليوم في هذه التغطية أهم توصيات اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة العلمين الجديدة. كذلك نتابع استمرار العدوان على غزة لليوم السابع بعد 300. كذلك نتحدث عن تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران وحزب الله، السيناريو القادم وتداعياته على المنطقة والعالم. ونبدأ بهذا التقرير، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر. صرح بذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. كما أكد مدبولي أنه تم توجيه الوزراء بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة المحافظات للتعرف على التحديات القائمة وتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب عليها. كذلك أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل في خضم التطورات العالمية والإقليمية على ضمان أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود للتغلب على التحديات التي قد تواجه الأسواق المحلية وعلى رأسها سوقي الدواء والأسمدة بما يضمن تحقيق الاستقرار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. بعد التحية أستاذ كمال، ما الذي تراه من نقاط جاءت شديدة الأهمية في اجتماع مجلس الوزراء اليوم والحوار الذي دار في العلمين الجديدة؟ تحية لحضرتك والسادة المشاهدين. ناقش عدد من الملفات المهمة في استراتيجية الخاصة بتطوير الصناعات، حقيقة كان معقد السيد الرئيس بالأمس بهذا الشأن، والنهاردة الحكومة بتواصل مناقشة هذه الاستراتيجية تمهيدا للإعلان عنها قريبا، واستراتيجية بتهدف لتوطين الصناعات الواعدة في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص. أيضا كان فيه توجيه من رئيس وزراء لوزراء تكثيف الجولات الميدانيه للمصانع في مختلف المحافظات لالتقاء المسؤولين عن هذه المصانع وحل اي مشكلات تواجهها في اطار اجراءات تعزيز الاستثمار، بالتاكيد طبعا الاوضاع العالميه خاصه التقلبات في البورصات العالميه وفي الاسواق المال العالميه كان حاضر على اجنده اجتماعات مجلس الوزراء اليوم، ويعني كان في اشاره من رئيس وزراء لان تطورات جاءت ايضا مصحوبه ب تطورات سياسية بس، يعني ان الحكومة بتعمل في على امن واستقرار البلاد سياسيا واقتصاديا. ايضا كان فيه تقرير مهم عرضه الحقيقة وزير التعليم بشان التطوير اللي بيتم في التعليم ومعالجة مشكلة نقص المعلمين وارتفاع نسب الغياب، وفي اجراءات تم الاعلان عنها للتعامل مع هذه المشكلة. نعم، كيف ترى التعامل مع ملف توطين الصناعة في هذه المرحلة وحديث الحكومة المكرر عنه وعلى رأس هذه الصناعات فكرة سوقي الدواء والأسمدة والتعامل معها بما يضمن استقرارها؟ الحقيقة يعني فيما يتعلق بملف توطين الصناعة، هذا الملف بيحتل أولوية كبيرة على أجندة الحكومة. كان في لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين للاستماع لكل متطلباتهم. توطين الصناعة خيار لا بديل عنه لتعزيز المنتج المحلي وتقليل الضغط على النقد الأجنبي اللي بيستخدم في الاستيراد، بل على العكس كمان زيادة موارد النقد نتيجة زيادة الصادرات. ده الجزء الثاني اللي طبعا فيه تم مناقشة اليوم بعض المشكلات اللي كانت موجودة في الأدوية وفي الأسمدة، ويعني تم الإعلان عن إجراءات يتم اتخاذها لحل هذه المشكلات تماما، ويعني في اجتماعات تمت مع الشركات المسؤولة، ويعني في تكثيف الإجراءات التي يتم اتخاذها يعني إنهاء هذه المشكلات بشكل كامل. أشكرك أستاذ كمال ريان على المداخلة وما قدمته من وجهة نظر، وأشكرك على المداخلة.
ونواصل مشاهدينا تغطيتنا معكم. هذه المرة ننتقل إلى الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع بعد 300، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 39,699 فلسطينيا وإصابة 91,722 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر. هذا وأثار تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع غزة غضبا دوليا، فيما اعتبرته الخارجية الفلسطينية اعترافا صريحا بتبني سيادة الإبادة الجماعية والتفاخر بها. في غضون ذلك أصدر جيش الاحتلال أوامر جديدة بإخلاء البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوب غزة. جرائم الحرب تتواصل في غزة التي يتذوق أهلها مرارة القتل والتعذيب والجوع من قبل المحتل دون بادرة أمل تلوح في الأفق عن نهاية وشكل عذابهم. المجاعة المتعمدة التي كانت إسرائيل تنكرها اعتبرها وزير المالية الإسرائيلي مبررة للوصول إلى أهداف تل أبيب. سموتريش قال إن تجويع مليوني شخص في غزة قد يكون مبررا أخلاقيا من أجل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع منذ أكتوبر الماضي، وهو ما أثار غضبا دوليا. الاتحاد الأوروبي أكد أن التجويع المتعمد للمدنيين يشكل جريمة حرب، ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه التصريحات وإدانتها. من جانبها قالت فرنسا إن تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي بالنسبة لإسرائيل، لأنها تسيطر على كل سبل الوصول إلى الأراضي. وزارة الخارجية الفلسطينية أشارت إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي هي اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها. وطلبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريش على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيه لها. في غضون ذلك أشارت المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بدأت تأخذ منحا أخطر بسبب سوء الأوضاع الإنسانية على أرض الواقع، خاصة الحياة الصعبة التي يعيشها الأطفال والنساء بسبب المجاعة والقيود على دخول المساعدات اللازمة. لم يسلم الفلسطينيون حتى في سجون الاحتلال، حيث كشف تقرير لمنظمات حقوق الإنسان أن الاحتلال يمارس كافة أشكال التعذيب الوحشي والقتل الممنهج والتعسف بحق الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية. وطلبت المنظمات الإنسانية بتوثيق تلك الانتهاكات من أجل فضح الاحتلال أمام العالم ورفع أصوات الضحايا الذين يعانون من أوضاع صحية ونفسية متدنية. احتلال لا يتوانى عن إذاقة الفلسطينيين كافة أنواع العذاب، ضاربا بالقوانين الدولية عرض الحائط بغية اقتلاعهم من أرضهم، إلا أنهم رفعوا شعار باقون رغم الإبادة وعائدون رغم التهجير. للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا السيد رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة. سيد رائد بعد التحية، في اليوم السابع بعد 300 العدوان، كيف تبدو مظاهر الحياة اليومية للمواطن في قطاع غزة في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة الإنسانية في القطاع المحاصر؟ يعني حقيقة تزداد المعاناة الإنسانية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السابع بعد 300، والذي تضمن الضرر الكبير الذي لاحق بالعديد من مناطق الحياة. نعم. في القطاع لا سيما القطاع الصحي والذي بات يعني أغرب العديد من المدنيين إلى من حصيلة الشهداء والمصابين، وأيضا تؤدي إلى المزيد من حركات النزوح التي يعني يتعمد للأسف جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة تدوير لهذه عمليات النزوح عبر اختصارات إخلاق قصية جديدة كل يوم تشمل عدة مناطق. وطبعا هؤلاء النازحين للأسف يتحركون في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، فهم يفتقرون للغذاء على المياه والعلاج، ويتحركون إلى وجهات يعني غير آمنة. أستاذ رائد، هل ما زالت هناك منظمات إنسانية تعمل على الأرض في قطاع غزة في هذه الظروف المخيفة والصعبة والقاسية بعد عرقلة إسرائيل لمساعي معظم المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات؟
يعني هذا ما تعمل عليه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل إبقاء شبكة من التواصل مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية ذات الصلة بهدف محاولة تفعيل شبكة أمان قادرة على التدخل والاستجابة الفاعلة لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني في أكثر من صعيد وأكثر من مجال، ولكن بشكل عام حتى هذه المنظمات طبيعة مهامها لا تلقى يعني أي اعتبار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هناك تعطيل كبير للمهام الخاصة فيها وفيه وعلى رأسها ما يتعلق بتوفير الحماية للطواقم الطبية. نعم، على ذكر الطواقم الطبية، نعرف أن القطاع الصحي تقريبا توقف عن تقديم خدماته للقطاع، وبالتالي كيف يتم التعامل طبيا وصحيا في هذه المرحلة؟ يعني مع خروج عدد كبير من المشافي الصحية عن العمل جراء الاستهدافات الإسرائيلية والضغط الحاد في الموارد، فإن من المستشفيات التي لا زالت على رأس عملها ومنها مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس وعدد من النقاط الطبية والإسعافية والمستشفيات الميدانية التي نظمتها الجمعية أيضا في أكثر من مكان من قطاع غزة، نحاول قدر الإمكان تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين على حد السواء، ولكن هناك إمكانيات محدودة للغاية، ويعني يجب أن يكون هناك تدخل أممي من أجل دعم القطاع الصحي وتوفير المساندة اللازمة للكوادر الطبية العاملة. نعم سيد رائد، كيف يتم التعامل مع الاحتياجات اليومية البسيطة مثل الطعام والشراب وتوفيرها؟ هذه أيضا معضلة أخرى تواجه الطواقم العاملة في البرامج الغذائية التابعة لنا في الهلال الأحمر الفلسطيني، فمنذ إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة جراء سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه، تم منعنا من استقبال أي من المساعدات العربية والدولية التي كنا نستقبلها عبر التنسيق مع أشقائنا في الهلال الأحمر المصري، والآن بات ما يتم إدخاله من معبر كرم أبو سالم والذي يخضع للإشراف الإسرائيلي في كميات قليلة جدا لا تصل إلى حد الأدنى من الاحتياج الكبير على صعيد القطاع الأمن الغذائي والمياه والعلاج. نعم، هل هي عملية يسيرة أن يتم توفير الاحتياجات اليومية من الطعام والشراب؟ هل ما يتم تقديمه كافي كوجبة واحدة وجبتين؟ كيف ترى الأمر؟ هناك يعني للأسف مشكلة حقيقية في مسألة توفير الغذاء للكثير من العائلات النازحة وخاصة ممن هم في مخيمات اللواء التي تحتاج يعني مقومات قادرة على دعم صمود وتعزيز الإمكانيات المتاحة فيما يتعلق بالبرامج الغذائيه، وبالتالي هناك مشكله حقيقيه في بعض المناطق من على سبيل المثال شمال غزه، هناك شبه مجاعه ادت الى وفاه نحو 32 شخص نتيجه سوء التغذيه جلهم من الاطفال. نعم، ماذا عن امدادات المياه سيد رائد؟ كيف يتم التعامل مع الحصول على امدادات المياه اليوميه؟ نعم. هذا ايضا ما يجري على الغذاء يجري على مساله عدم اطراق قصص على مياه صالحه للشرب، وذلك يعني بسبب كما تعلمون قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف اغلب محطات المياه العامله في قطاع غزه وسيطرته على ما يتم ادخاله من مياه وما تعلق بالمعاناه الانسانيه المتواصله للسكان بسبب الاجراءات الاسرائيليه التي تندرج تحت العقاب الجماعي لسكان قطاع غزه. نعم، أشكرك سيد رائد النمسا على المداخلة، وأنت المتحدث باسم الهلال الأحمر على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في هذا التوقيت، شكرا لك على المداخلة. ننتقل معكم مشاهدينا في هذه التغطية إلى الملف الثالث بها، حيث تفيد وسائل الإعلام الأمريكية بأن حزب الله يستعد لضرب إسرائيل بشكل مستقل عن إيران وقد يتصرف دون سابق إنذار. من جانبه قال القائم بأعمال الخارجية الإيراني إن رد طهران على اغتيال هنية سيكون مكلفا لإسرائيل ولكن في صالح أمن المنطقة. في غضون ذلك أكد عضو مجلس النواب اللبناني ميشيل موسى أن هناك اتصالات ووساطات مكثفة بين الأطراف كافة لتهدئة حدة التصعيد بالمنطقة. الشرق الأوسط بات على صفيح ساخن، الجميع يحبس أنفاسه تحسبا للرد على اغتيال إسرائيل لكبار قادة حماس وحزب الله اللبناني. نفذ الاحتلال سلسلة من الهجمات الصاروخية على الجبهة اللبنانية، واغتال فؤاد شكر أحد قادة حزب الله اللبناني، واغتال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران.
الرد آت لا محالة. بهذه الجملة توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني إسرائيل، وأوضح أن حزب الله سيتحرك إما وحده أو في إطار جماعي. إيران من جانبها رفضت أي حل وسط للرد على اغتيال هنية وانتهاك سلامة أراضيها، وتوعدت بالثأر. في غضون ذلك أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن حزب الله يستعد لمهاجمة إسرائيل بشكل مستقل عن إيران، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تقديرات الاحتلال تشير إلى أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم. بالتزامن أعلنت إيران إجراء مناورات عسكرية، ودعت بعض شركات الطيران بعدم التحليق فوق مجاليها الجوية. إسرائيل من جانبها أعلنت حالة التأهب في انتظار الرد الذي توعدت به إيران وحلفاؤها، وتصارعت وتيرة التأهب في تل أبيب بشدة في الأيام العشرة الماضية بعد أن أصبح الصراع المحدود نسبيا ينذر بأن يتحول إلى حرب إقليمية شاملة. وسط تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة، طالبت عدد من الدول شركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي لكل من إيران ولبنان، بينما تعمل العديد من شركات الطيران على مراجعة جداولها لتجنب المجال الجوي لإيران ولبنان، كما تلغي رحلات لإسرائيل ولبنان. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده نقلت رسالة إلى إيران وإسرائيل مفادها ضرورة عدم التصعيد في المنطقة. الرئيس الفرنسي من جانبه دعا نظيره الإيراني إلى بذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد عسكري جديد لن يكون في مصلحة أي طرف. جهود دولية حثيثة لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط، فهل ستنجح الجهود الدبلوماسية في منع اندلاع حرب شاملة؟ للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من بيروت العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيد نضال. أهلا وسهلا، كل التحية لك. أهلا بك. الكل يتساءل عن طبيعة الرد الإيراني القادم، خاصة أن إيران لم تقدم ردا فيما سبق، من وجهة النظر الكثيرين أنه ملائم لحجم الضربات التي قامت بها إسرائيل فيما يخصها من نطاق إقليمي أو ما يتبعها بالتبعية عبر وكلائها. فكيف ترى ردها في هذه المرحلة، خاصة أن هذه الضربة لم تكن بأي حال سهلة؟ نعم صحيح، أن بكافة المرحلة السابقة السياق التاريخي اللي بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية على المصالح الإيرانية في المنطقة كان ضعيفا، وكان يعتبر الإيراني بتلك حقبة أنه عليه أن يتبع سياسة الصبر الاستراتيجي، ولكن في المرحلة الأخيرة قد تحول الصبر الاستراتيجي إلى المبادرة الاستراتيجية، وهذا كان واضحا من خلال الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية أو السفارة الإيرانية في دمشق. طبعا حيثيات الرد الإيراني في نيسان الماضي كان بمثابة الردع، أما اليوم فهو مسألة أصبحت أكثر حساسية وأكثر اختراق للأمن القومي الإيراني. يعني عندما اخترقت طهران هذا يعني ذلك أن الأهداف التي ستلي اختراق طهران هو أمور جدا صعبة كالمفاعلات النووية أو المنشآت النفطية أو مصانع التسليح الحربي، مما يعني ذلك أن الإيراني أصبح مجبرا على الرد بقوة وبقوة وفعالية ضخمة، وليس كما كان حصل في السابق. ولا أعتقد أن الجهود الدبلوماسية يعني ستثني إيران أو حزب الله على عن الرد على الكيان الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، خصوصا بعد أن انتهكت بعض الخطوط الحمر في قواعد الاشتباك التي كانت متفقة، يعني التي كانت مفروضة ما بين اللبناني والكيان الإسرائيلي. هل تضحي إيران بحالة ما من الوفاق يقال أنها متحققة ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه هذه الضربة في سبيل الحفاظ على ماء وجهها؟ يعني لم أسمع كافة تفاصيل السؤال. سأعيد لك السؤال مرة أخرى سيد نضال. هل تضحي إيران بعلاقات شبه مستقرة نوعا ما مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، أو ما يقال أنها قائمة في الخفاء على حساب فكرة الحفاظ على ماء وجهها؟
لا أكيد أكيد أن الإيراني اليوم لم تعد هناك مسألة توافق بين دولة ودولة على حساب أمنها القومي. يعني الأمريكي في الكثير من الأحيان هو يهادن ويداهن في مناطق معينة، ولكن عندما تمس المسألة في الاستراتيجية، وهذا ما تعلمناه بالاستراتيجية عند الأمريكيين والإيرانيين كذلك، أن عندما تمس الأمور الأمن القومي لهذا البلد ليست المصالح الخارجية، الأمن القومي لنفس البلد، فهذا يعني أنه يجب عليه أن يشن حرب وليس فقط ردا. يعني لا أعتقد أن الإيراني اليوم يعني هو يعني يريد مداهنة بعض الدول من أجل عدم المدافعة عن الأمن القومي الإيراني. الإيراني لديه نفس طريقة التفكير من الأمريكي، وهو كان قبل 79 هو كان تلميذ لهذه يعني نفس المدرسة الغربية التي نشأت فيها المدارس الاستراتيجية الأمريكية والغربية. لا أعتقد أن هناك مداهنة في هذا الموضوع. نعم، البعض يحاول أن يتوقع حجم الضربة التي يمكن أن تقوم بها إيران في هذه المرحلة، خاصة أنها أعلنت أنها تقوم بتدريبات عسكرية، وقالت للقوات الجوية أو للطيران المدني ألا يتحرك في المنطقة الخاصة بها أو في نطاقها الجوي، وبالتالي العالم يتهيأ لنوع ما من الضربات القوية. كيف ترى الأمر؟ يعني هناك من خلال سؤالك يعني ما هي ما نتوقع ان كيف ستكون الضربه الايرانيه باتجاه الكيان. نعم، الضربه يعني هناك مساله مهمه جدا، يعني يجب ان نلفت النظر اليها بشكل جدي. عندما تكون المصالح وليس المصالح الامن القومي الايراني في خطر، يعني وجود الايران، وجود الجمهوريه، وجود هذا النظام الاسلامي في ايران في خطر، معنى ذلك انه سيضرب بيد من حديد. ما وأما المناورات الإيرانية التي حصلت على الأراضي الإيرانية فهي تجهيز لبعض تجهيز الأراضي الإيرانية لما بعد الضربة، يعني حسب ما قرأتها من خلال مراقبتي لتفاصيل بعض تفاصيل هذه المناورة، الإيراني اليوم يجهز كافة أراضيه للدفاع لما بعد الضربة، يعني يجهز في مناطق معينة وحساسة وأهداف العدو التي ممكن أن تكون عليها، يعني توقع أهداف العدو ونشر منظومات أسلحة دفاعية لما بعد الضربة. أما بالنسبة لكثافة الضربة وقدرة الضربة، نعم إيران اليوم بعد امتلاكها الصواريخ الفرد صوتية، أعتقد أنه بإمكانه إيصال أي صاروخ يمكن إرساله من طهران إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة على أي هدف. بنك الأهداف لا يمكن توقعه اليوم، لأن يعني وأعتقد أن كافة الأهداف التي ممكن أن يضربها الإيراني باتجاه فلسطين المحتلة هي أهداف عسكرية وليست مدنية. احتمالية سيادة العميد، احتمالية اتساع دائرة هذه الحرب إلى أبعد من هذه الضربة التي سوف تقوم بها إيران. نعم. ما هو هذا الاحتمال؟ نعم. أنا يعني أعتقد جازما أن إذا كانت الضربة قاسية ونجحت هذه الضربة في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وكانت قاسية جدا، ستوقف الحرب وسنذهب إلى المفاوضات لحل أزمة غزة بالمباشر وإنهاء المعارك وإنهاء يعني جبهات الإسناد تجاه غزة. أما إذا فشلت الضربة من خلال التدخل الأمريكي، وخصوصا بعد إنشائه العديد من الغلافات الجوية ما قبل وصول الصواريخ أو الرد الإيراني أو الرد اليمني باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدرت هذه المنظومات على إفشال الضربة الإيرانية، نعم المسألة ستدور ستتدحرج إلى
حرب إقليمية شاملة وربما لن تنتهي قبل سنوات. نعم، ما الذي يمكن أن ينزع فتيل هذه الأزمة؟ يعني بالمبدأ والشكل العام بالمفاهيم الاستراتيجية اليوم هي بداية الأزمة وليس نهاية الأزمة. نعم. إلا إذا كانت الضربة الإيرانية أو رد الإيراني ورد الحوثيين في اليمن ورد حزب الله في لبنان على الكيان الإسرائيلي حاسما وقاسما يعني للقوات الإسرائيلية، يعني نتج عنها تدمير كبير في القوات الإسرائيلية وفي التجهيزات الأمنية الإسرائيلية، أعتقد أنها ستكون نهاية فتيل الأزمة، بغض النظر عن بعض النظريات التي تقول أن تخفيف الضربة هو ما ينزع فتيل الأزمة. أعتقد العكس تماما، إذا كانت الضربة ضعيفة فسيكون لبنيامين نتنياهو وحكومته اليمنية المتطرفة في إسرائيل حافزية أكبر على القيام باعتداءات أكبر لأهداف خاصة بهم، وخصوصا يعني إدخال الأمريكي أو جلب الأمريكي مباشرة إلى المعركة مع جبهة محور المقاومة. حديث رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو دار في مجمله حول فكرة عدم دخول المنطقة في دائرة الانتقام، فيما أشير إلى أنه كان حديث هاتفي بينه وبين بنيامين نتنياهو وموجهه إلى إيران من حديث. عن أي دائرة انتقام يتحدث إيمانويل ماكرون في هذه المرحلة، وخاصة وأن إسرائيل هي من أدخلتنا إلى هذه الدائرة؟ قبل الدخول في تفصيل هذه المكالمة أو هذه المحادثة، يعني أريد أن أشير وبشكل جدي أن كافة الأنظمة الأوروبية اليوم هي ليست مستقلة عن السياسة الأمريكية بالمطلق، وهي لا يعني غير مؤثرة في السياسات الخارجية وغير قادرة على فرض شروط التفاوض لا على الكيان الإسرائيلي الغاصب ولا على حزب الله ولا على إيران ولا حتى على اليمن. يعني هم وسيلة من وسائل التواصل ما بين الأمريكي وهذه هؤلاء الناس، بالإضافة إلى إسرائيل. يعني أن اتصال ماكرون ببنيامين نتنياهو هي لأهداف مختلفة، ليست سياسة فرنسا هي من تقول أنزعوا فتيل الأزمة. الأمريكي اليوم لديه أهداف ولديه مصالح استراتيجية كبيرة في منطقة جنوب غرب آسيا، أي منطقة الشرق الأوسط. هذه المصالح ستهدد في حال يعني انتشار النزاع في المنطقة بشكل أكبر وأعمق. إذا لذلك الأمريكي اليوم ليس من مصلحته الكبرى من مصالحه الكبرى أن تخرج الأزمة عما رسمت في خلال العشرة أشهر الماضية. رسمها الأمريكي بدائرة غزة وجبهة الإسناد فقط. انتشار هذه الأزمة إلى حدود أبعد يعني ذلك تهديد مصالح الأمريكية في العراق، في سوريا، في بعض الدول، في بعض الممرات البحرية، وهذا يعني أن الأمريكي يريد تفويض بعض الدول الأوروبية للدخول بوساطات من هنا وهناك يعني سيادتك طرحت نقطة شديدة الأهمية، وهي تلك الفكرة في رغبة الجهات الأمريكية في وجود وساطة ما تحول لفتيل هذه الأزمة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدخل في خضم الصراع الانتخابي بشكل أو بآخر، وبدأت تحاول استعادة ذلك نقول عليه النسق الاجتماعي الذي يستعد للانتخابات في الداخل الأمريكي. وبالتالي هل نجد وساطات أوروبية أكثر ظهورا في المرحلة القادمة بحلول مقدمة على الطاولة، أم أنها مجرد محاولة فرنسية بحكم التبعية؟ سيدتي، وضعت إصبعك على الجرح تماما. الأزمة اليوم القائمة هي يعني ما قبل دخول الولايات المتحدة الأمريكية في غيابة الانتخابات.
يعني ودخول الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات اليوم معنى ذلك أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية في كافة الدول، وهذا ما لعب عليه بنيامين نتنياهو أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستغل كافة نقاط الاختلاف فيما بينهم ليشعر بلحظة من اللحظات بفائض قوة يعني مكنته من استفزاز عواصم محور المقاومة، جبهة محور المقاومة في تلك الحقبة. هذا الموضوع يعني هو استغلال للوقت، استغلال للوقت فترة غيابة الانتخابات للسياسة الأمريكية الخارجية. لذلك واعتمد على الكثير من مراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤثر عليه اللوبي الصهيوني. هو فنان في اللعب على أوتار الاختلافات في السياسات الخارجية، لذلك قام بكافة هذه التفاصيل. اليوم نحن بمكان بالنسبة للسياسة الأمريكية الخارجية هي يعني شبه غير متوقع، لا نقدر على توقع المسألة، لأن ليس لأحد من الحزبين الحاكمين القدرة على اتخاذ قرارات مهمة استراتيجية. القوانين الأمريكية تفرض في هذه الحالة على الرئيس الحالي عدم اتخاذ قرارات استراتيجية يورث الرئيس المستقبلي أي قرار ممكن أن يؤدي إلى توتر ضخم في العالم. لذلك يعني كافة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وخصوصا بعد إرسال الفرقاطات وإيجاد الغلافات الجوية لحماية إسرائيل، كانت تحت بنود الدفاع وليس الهجوم. يعني هناك التلاعب على بعض الأفكار لكي يتهرب الأمريكي، ليتهرب بعض الشخصيات الأمريكية من القوانين لمساندة بنيامين نتنياهو في طفرته الإجرامية اليوم. نعم. البعض يرى أيضا أن بنيامين نتنياهو يتلاعب بلعبة الوقت هذه المرة في الوصول إلى الانتخابات الأمريكية، ومن ثم انتظار مساندة ترامب إذا وصل إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. هل ترى هذا الكلام له صدى إيجابي؟ صحيح أن لعبة بنيامين نتنياهو وما حصل معه من خلال اجتماعات في الكثير من مراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا أنه يراهن على وصول ترامب إلى سدة الرئاسة. لذلك هناك بعض المراكز القرار التي كانت للحزب الديمقراطيين لم يتخذ منهم أي موقف بسبب هذا الإجراء. ولكن يعني من يضمن لبنيامين نتنياهو اليوم أن ترامب هو من سيساعده في حرب الإبادة في غزة؟ من يضمن لبنيامين نتنياهو أن يدخل ترامب في صراع عميق داخل منطقة جنوب غرب آسيا، وخصوصا أنه يعني لديه سياسة استراتيجية مختلفة وتشخيص مختلف لمنطقة جنوب غرب آسيا؟ هو كان في سدة الرئاسة، وهو كان يعتقد، وهذا ما كان تعلنه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من خلال نشرات الاستراتيجية الأمريكية، كان يريد أن يعني يقوض العالم العربي تحت سلطة، يخرج من منطقة بحر الصين بسياسة مستقطة تماما. نعم. اليوم ترامب هو يعني بالنسبة للأزمة الأوكرانية سيهادم في تلك المنطقة. نعم هو متشدد مع اليهود، ولكن هناك تراجع واضح، ولم يأخذ أي وعد من ترامب لتنفيذ سياسته ورغباته كما حصل عليها في الصين.
السابق عندما وصل ترامب في أول مرة كان لديه وعد بنقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس بدل تل أبيب. اليوم لم يأخذ أي وعد، وهذا واضح من خلال تصريحات الأمريكية وتصريحات بعض في الولايات المتحدة الأمريكية. سيد ضال، هو سؤالي الأخير في الحقيقة، هل لديك سيناريو متوقع للشهرين القادمين لتطور الأوضاع في المنطقة وصولا إلى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم؟ نعم، يعني مسألة كما ذكرت وأشرت في السؤال في جوابي على السؤال السابق أن هل ستتوسع الحرب أم لم لا تتوسع الحرب. إذا كانت الضربة ونجاح الضربة التي أو الرد الإيراني أو جبهة محور المقاومة باتجاه الكيان الإسرائيلي، إذا كانت ضربة موفقة وناجحة، أنا أعتقد أن قبل الانتخابات الأمريكية ستكون مفاعيل الضربة ستكون حاسمة في إنهاء الصراع اليوم. أما إذا كانت الضربة أقل يعني أقل قيمة وقدر العدو على إفشال أجزاء منها، هذا يعني أننا سنصل إلى نهاية أو نتائج الانتخابات الأمريكية في ظل حماوة الصراع في المنطقة إلى حد يعني قد تصل إلى حرب طويلة الأمد. نعم، أشكرك سيادة العميد نضال زاوية الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت متحدثا إلينا من بيروت، شكرا لك على المداخلة وما قدمته من وجهة النظر. الأيام القادمة يبدو أنها سوف تنبئ بالكثير، لكن هذه التغطية انتهت. تغطياتنا مستمرة معكم دوما على شاشة قناة النيل للأخبار. بعد قليل وعلى رأس الساعة بانوراما إخبارية جديدة، كونوا معنا فيها.